تعزيز السلم والأمن في إفريقيا والدفاع عن مصالحها، التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، نزع السلاح والسيطرة على انتشاره غير المشروع. تلك كانت أهم مخرجات الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في القارة السمراء. أنتم تعرفون الرئيس عبد المجيد تبون هو معين من طرف نظرائه الأفارقة بصفة منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وكذلك تجريم التطرف العنيف في القارة الإفريقية، فستتخذ الجزائر مبادرات إضافية من أجل تعزيز التعاون على هذا الصعيد بين الدول الإفريقية، مع العلم أن الجزائر تستضيف هيئات إفريقية مكلفة بتعزيز هذا التعاون بين الدول الإفريقية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. مشاركون أجمعوا على دور الجزائر المحوري في تعزيز السلم في القارة السمراء ولا سيما في منطقة الساحل. هذا الدور يبرز أكثر من خلال علاقات الجزائر المميزة مع مختلف الدول القارة. أصبح موعدا قارا نأتي إلى وهران لنتحدث في قضايا الأمن والسلم التي تهم الاتحاد الإفريقي وأبعد من ذلك. هذه السنة يعني هناك مواضيع جديدة تهم اسكون ابالي لي مناس ايمرجونت. Cette conférence très importante parce que هذه الندوة جد هامة، خاصة وأن إفريقيا تواجه تحديات عدة على غرار التحديات في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتحديات المرتبطة بالتنمية والتغيرات المناخية. وأهمية هذه المحادثات تكمن في معالجة الحلول بطريقة متكاملة وبأحسن مقاربة تتمثل في الحوار والتعاون ضمن مختلف هيئات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. مشاركة رفيعة المستوى شهدتها الندوة التاسعة للسلم والأمن في القارة الإفريقية. هذا الموعد الذي أصبح يعرف بمسار وهران، مسار يسعى لتوحيد المشاركين لإسماع صوت إفريقيا والدفاع عنه داخل مجلس الأمن الدولي.